يوم سوي بارتي مع قبيلة مال انت، انت اجيب فهام يعني بخور سوي بخر 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 انت يجي كحة. هذا كله فهمته على هذا فشت. انا ما البسته يوم عرست على ام شلاش. لا بابا، ام شلاش انت يقول هي يشتري هدية هذا فشت بعد زواج. والدبرة شلون نخطب طلقة بلية بشت؟ وانت متى يبي يخطب هي؟ الليلة. بابا ما يصير، ماما طلقة عدة للحين ما في كلاص باد. انا ماني مالكن عليها، انت وجهك اللي تقل مقلة، بس خطبة ابهجزها لا ياخذها غيري، بوكت حجز موتر هي بابا. بعدين شداوة ماما طلقة يعني كارينا كابور، منو يبي ماما طلقة هذه؟ انت ما نشوف جمال هي عدل؟ ماما طلقة منو يبي هي؟ ماما طلقة تفيد يعلك ما تفيد. يمة وش فيه؟ سعسها ما شر إلا الشر كله يا ولدي. الهصم صن طلقني وغديت من غير رجل. تعوذي من إبليس يا الغالية، تراني دبرتها. شلون يا ولدي؟ قلت لعبيد عن أبوي وهو اللي بيتصرف معه. إيه بشر وش قال لك؟ إيه يا يمة، شرت عليه براي وجه الوقت المناسب إنه يسويه. أخلص وتحت، تراك عليتني. قلت له إنه ياخذت. إيه وش قال لك؟ الظاهر إنه جايز لك، أشوفك مستانسة. يقول قول علمني وش رد عليك يوم شرت عليها الشور. قال ما في مشكلة، بس المهم أنك تطلقين بالأول. وناداني يا عمي. عمت عينك أنت وأبوك وعبيد. هفا يما، ليه الكلام؟ هو الخسيس ما يدري إننا نختبر رضاع. شن هو؟ عبيد خالي. إيه خالك يوم الليل اللي يلوي بطونكم، واحد طلقني ويبيع خمور والثاني بياخذني ونختبر رضاع، وولدي هو اللي خاطب لي اياه. يا ويلي ويلا يا ويلي ويلا. نقول مبروك